الموضوع ده، لكن احنا بنتكلم عن التميز. التميز يعني ايه؟ الدكتور أسامة النحراوي من داخل مركز قرطبة النهاردة هنعرف عن اجراء عملية تغيير لون العين. الغريب بقى كمان مشاهدينا ان في ناس من داخل مصر بتعمل العملية، والاغرب ان بيجيله ناس كتير جدا من خارج مصر، من فرنسا ومن اليابان ومن امريكا ومن دول كتير جدا لدكتور أسامة النحراوي، لانه هو الاول من نوعه داخل مصر في اجراء عملية تغيير لون العين. طبعا من داخل مركز قرطبة برحب بدكتور أسامة النحراوي، استاذ جراحة العيون جامعة قناة السويس، رئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. اهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا. زي ما احنا قلنا، حضرتك الاول في مصر في اجراء عمليه تغيير لون العين. كلمنا اكتر يا دكتور عن العمليه، بقى لها قد ايه العمليه؟ ليه انتشرت في الفتره اللي احنا فيها دي؟ هي العمليه انا اشتغلتها بقى لي 4 سنين أو 5 سنين، 4 سنين ونص في الكليه. حلو. هي عمليه هي البشر عاوزها، الناس عاوزاها، احنا كجراحين وكدكاتره بنعتبر دي كده حاجه كده الناس بتتدلع، لكن لا، في كثير من المبررات القويه، لان النفس البشريه بحر متلاطم الامواج. صحيح. كل مريض بيجي لي انا بكتشف ان وراه قصه كبيره. كلام الحقيقه انا بتعلم الحياه من كل مريض بيجي لي. ايه خلاه يجي من اخر الدنيا علشان كذا؟ في ناس عندها مشاكل كبيره قوي نفسيه، لما تبقى مثلا بنت كل اخواتها عيونهم خضراء وهي طالعة عيونها سودة في وسط اخواتها، واخواتها يعيروها بعينيها يقولوا لها يا ام عيون بشعة. بنت بتعتني المغرب تقول لي انا اخواتي انا عندي اكتئاب نفسي، انا عاوز انتحر. اخواتي بيقولوا لي يا ام عيون بشعة، انا ما بحبش ابص لنفسي في المراية، انا مكتئب. قصص كتير. بتبقى بنت راح خطبها جوزها من 8 سنين لابسة لينسز، لا تجرؤ، ولمدة 8 سنين وعندها اولاد منه، انها تقول انه دي مش عنايه. واللينس ده بتعمل لها التهابات ومشاكل ومغبره تلبسها، وتهرب من قرايبه ومن مامته عشان ما يكتشفوش ان دي عدسه زينه هي لابساها. ففي حاجات كتير احنا بنشوفها. المهم، البشر بيطلب الزينه والجمال. صحيح. البشر بيطلب التغيير. رحنا دار الافتاء، كنا خايفين ده يكون حرام، قالوا لنا لا ده حلال، لانه من الزينه الظاهره، طالما ان مفيش ضرر على المريض، طالما انها لا تستخدم في التدليس على الخاطر. انا بفاجئ ان الناس دي بتجينا من كل البلاد. انا جاي واحده ست من امريكا معوقه على كرسي كريبل هانديكاب، وعندها تحويله هنا للمجرى الراس بتاعها، وهي عاوزه يبقى عندها حاجه جديده في حياتها. كان املها ان العمليه دي تنفع لها. عندي تراسيل لمده كبيره من امريكا كانت تتمنى، كانت خايفه جدا ان الفحوصات تقول ان العمليه ما تنفعهاش، وبرضه قلت لها ان الفحوصات بتقول ان العمليه تصلح لك. كانت في قمة السعادة وجات عملتها في مصر، سعيدة جدا جدا وبتبعت لي اشكرك انك انت جددت لها. القصص دي على فكرة جراح اليوم ما عرف يفهمهاش وما عرفهاش، وانا شخصيا بتعلمها من دي. انا دخلت على الشروط بتاع الشركة وبدأت اعمل حالة بعد حالة واتابع الناس كويسين، حالة بعد حالة. طالما الخزانة نامية عميقة وعدي الخلايا كويس، الناس اللي بيكبروا في السن عدوا الـ40 بعضهم بيكون عنده بدايات كترة، موضوع عنده ضعف في الابصار، لما بشيل العدسه الداخليه عشان اصلح له الابصار وازرع له الامبلانت بتاع لون العين، بتبقى الدنيا واسعه قوي في عينه وامان جامد. ده ضغط عينه ممكن يعلى ولا يحصل له التهاب قزحي ولا في اي مشكله قرنيه. عدد كبير من الحالات بالشكل ده، فده علم جديد بينكتب. صحيح. وبالمناسبه دوليا الحاجات التجميليه لا تحتاج الاف دي ابروفل. احنا دايما عندنا مساله هو ايه يا دكتور؟ اللي هو موافقه الاف دي اي، الهيئه الامريكيه. هي الحاجات ده موجود على الموقع بتاع الاف دي اي. هي دكتور عيون بيسمعني دلوقتي، خش على الموقع يعرف ان الحاجات التجميليه لا تتطلب ولا يشترط لها ما يسمى بالاف دي ابروفل. واحنا بنستخدم حاجه اسمها اوف ليبل يوز، يعني ماشيه مع كل القوانين الدوليه، ما فيهاش اي مشكله. اهم حاجه ان المريض فاهم ان الدكتور امين وعنده خبره، وان في امان بالنسبه للمريض. حلو. حضرتك ذكرت من شويه في حاله السيده اللي جات لك من امريكا وكانت عايزه تغير لون عينيها وفرحت لما عملت اجراءات او اشعاعات معينه حضرتك طلبتها منها. عمليات التجميل عموما بيطمنوا على صحه المريض. هل احنا زي برضو ما حضرتك قلت هي عمليه تجميليه،
وليس عملية صحية أو مش من أجل النظر. هي مش من أجل النظر، هي تجميلية بالظبط. تنفع لناس وما تنفعش الناس؟ بالتأكيد. إمتى بقى الحالات اللي هي ما تنفعلهمش؟ أي حد جسمه في مرض، حد عنده مثلا سكر مدة كبيرة، حد عنده مرض الكولاجين، حد عنده عينه مية زرقاء، ضغط عينه مرتفع، حد عنده عينه ضيقة، خزانة مية ضيقة. المريض بتاعنا النهاردة ده، ما احنا قبل العملية بنعمل فحوصات. احنا انت معانا هنا اهوت. احنا خليني انبه مشاهدينا ان الحالة اللي مع دكتور أسامة النحراوي النهاردة حالة جاية من فرنسا مخصوص عشان يعمل تغيير لون العين. هنعرف دلوقتي كمان ان هو اختار لون ايه، والدكتور نصحه باللون ده او كان عنده اعتراض ولا لا. هنشوف كمان مع الدكتور كل الاشعاعات والفحوصات اللي هو عملها قبل اجراء العمليه. قبل ما هندخل دلوقتي مع بعضنا نشوف من داخل غرفه العمليه، فلازم يكون الدكتور عنده اجهزه حديثه متقدمه تقدر تديني الرسمه دي. دي اشعه تصوير اسمها بنت كام، بس باخد الموديول او البرنامج اللي بيديني هنا صوره مجسمه للخزانه الاماميه، واعرف عمقها شكله ايه، واعرف هنا الزاويه شكلها ايه. في ناس الاقي عندهم الخزانه الاماميه واسعه وحلوه، اقول له ينفع لك العمليه. في ناس الاقي عندهم ضحله، الخزانه الاماميه ضحله، اقول له ما تنفعلكش العمليه. عندي الخلايا كمان، احنا اسمها عندي خلايا قرنيه، برضه لازم يكون الدكتور عنده هذه الاجهزه. دي الاجهزه مش موجوده عند الدكتور، مش قادر يقرر. فهنا برضه عندي الخلايا، عندي بالنسبه للسن شكله ايه، الاقي ما شاء الله عندي خلايا كويس جدا. ادي العين اليمين وادي الايه؟ العين الشمال. مريض ضغط عينه كويس، قاع عينه سليم، مفيش مشاكل، اقدر ان انا اسرع الامبلانت ديت واتابعه فيما بعد والاقي الدنيا ماشيه مع الناس كويسه. ده علم جديد وخبره جديده. دكاتره العيون كتير منهم مش عارفين ده، كنت بتكلم في هذا الموضوع لان طلع زميل من الزملاء على احد القنوات قال لك الموضوع ده حرام مجرمه دوليا، كلها مشاكل، الحالات دي بتفشل، هو ما عندوش خبره ما اشتغلش ولا حاجه. فحش دكتور ما اشتغلش حاله ما عندوش خبره، يتكلم. احنا اتكلمنا عن التميز، يعني اسم حضرتك. الخبره بتيجي من الشغل. بالظبط بالتاكيد، وزي ما حضرتك قلت شغال في العمليه بقالك يمكن دي السنه الخامسه على التوالي. بالظبط. فالحمد لله ما حصلش اي مشاكل. احنا بنتكلم مع استاذ كبير زي حضرتك، احنا فخورين ان احنا عندنا علم جديد زي ما حضرتك. ممكن احيانا تحصل مشاكل، احنا هنتكلم عن العواقب اللي ممكن تحصل لها. مشاكل بس نادره وبتتعالج. اكيد. هذا ضغط عينه يرتفع، ممكن نحتاج نخلعها من عين. احيانا اضطريت ان اخلع خلعتها من عين مريض بس كان عنده 60 سنه، كان عنده السكر، كان عنده الميه البيضاء، كان جاي مصر يعمل عمليه. قلت له ما تعملهاش، قال لي لا انا هعملها وانا مستعد لكل العواقب. بعد فتره ضغط عينه ارتفع، خلعتها من عينه وهو دلوقتي كويس. كويس. ده المريض الوحيد اللي انا خلعتها من عينه في كل السلسله اللي انا عملتها من المرض. حلو. يعني هي ايه العواقب اللي ممكن تحصل بعد اجراء العمليه؟ ارتفاع ضغط العين بس؟ بص حضرتك، احنا في الطب كله لو هنجيب واحده ست بتولد ولاده طبيعيه، احنا بندرس الطب كله. طب دكاتره النسل والتوليد بيقول لك ما هي مضاعفات الولاده الطبيعيه؟ ممكن يحصل لها نزيف، وممكن يحصل لها، وممكن يحصل لها. لو هنقول قيصريه، لو هنقول لوز، لو هنقول زايده، لو هنقول هياخد حقنه، ممكن هياخد حقنه. الطب كله كده، ما هي المضاعفات المحتمله لاي خطوه؟ الست لو داخله تعمل اكل على البوتاجاز بتاعها، الواحده لو بيركب عربيه ممكن يحصل مضاعفات ولا لا؟ صحيح. عربيه ممكن تتقلب بيه، وممكن تولع بيه، وحاجات كتير. فالامان المطلق في الجنه، لكن المشاكل وارده مع اي شيء. وفي الطب بالذات لو حد واحد حقنه ده ممكن الطب يعب من طوله بسبب الحقنه. صحيح. لكن هي حاجات نادره جدا جدا جدا، ولا تمنع البشر ان هو يعيش حياته، بس لازم الانسان يبقى عارف ان ده احتمال قائم لانه ممكن ما يعملهاش. صحيح. وحتى العدسات الزينه، طب ما ممكن تلبس عدسات زينه، مش لازم تعمل العمليه دي، برضه لها مصايب. بنشوف كتير من البنات اللي لابسين عدسات الزينه عندهم مشاكل في عينيهم، خراج في العين، كف في العين، حساسيه مزمنه، ميه زرقاء، ميه بيضاء. مشاكل العدسات الزينه اكتر من العدسات اللي احنا بنزرعها داخل العين. خلينا نرجع للحالة اللي جاية لحضرتك من فرنسا النهاردة. هو عايز يغير لون عينيه، هو لون عينيه بني غامق شوية. عايز يعملها لون ايه؟ حاجة اسمها جيد جرين، اخضر جيد، حاجة كده اخضر كده، غريب كده جديد. ده اسمه الجيل الثالث، الشركة عاملة الجيل الثالث. تاني حاجات ده اصلا كده بيصنع في فرنسا، فرنسا هي اصل الكلام ده. اوكي. صناعات الجمال كله خارج من فرنسا، وبعدين بيبعتوا بقى الشركة الأمريكية هي اللي بتقعد تعمل الإدارة والتوزيع. هل الامبلانت نفسها يا دكتور ليها مقاسات على حسب كل عين؟ طبعا ليها مقاسات. ما الفحوصات دي بعملها عشان اعرف منها المقاسات. اوكي. هل الشخص بيكون حضرتك ذكرت من شويه ان انت بتمضيه على اقرار؟ بالظبط. ليه بقى؟ ايه سبب الاقرار؟ تمام جدا، لان انا بقول له كل حاجه زي ما قلت دلوقتي، بنقول له كلام كتير قوي.
نقول له ممكن يحصل، ممكن يحتاج لخلايا حمل عينك، ممكن ضغط عينك يرتفع، ممكن يحصل التهاب قزحي، ممكن يحصل كاتركت يعني ميه بيضاء، محتاج اعمل لك زرع عدسه، ممكن 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 ممكن، وان كان ده كله احتمالات قليله بس ممكن يحصل. فانا قلت له ده بيمضي ان انا قلت له ده، قد اخبرني الطبيب كذا، قد اخبرني الطبيب كذا، قد اخبرني الطبيب كذا، ويمضي يمكن انا معانا نموذج اهوت، ويمضي على كل صفحه من ايه؟ من هذه الصفحات، مثلا ده اقرار اهوت، ده باللغه الفرنسيه، احنا عندنا بكل لغه، اقرار باللغه الفرنسيه، توقيع المريض عندي اهوت، هذه صفحه من عد حوالي 13 صفحه من المعلومات العلميه اللي المريض بيقراها براحته، وياخد وقته في قراها، ووقع عليهم كلهم مصر لغاية الآخر، حتى في اختيار اللون بحب أخليه كمان يكتب إن هو إن أنا اخترت اللون الفلاني، لازم يكتب إن أنا اخترت اللون الفلاني عشان ما يجيش بعد كده يقول لا ده أنت اديتني لون غير اللي أنا كنت عاوزه. صحيح. طيب هل في أجهزة داخل غرفة العمليات بقى يا دكتور حضرتك بتستخدمها غير مثلا عملية تصحيح الإبصار، المية البيضاء، هل العملية تغيير لون العين ليها جهاز معين؟ لا هو مش اجهزه معينه، ولكن في الامبلانت اللي هي الايرس الملون التصحيح الصناعيه لها طريقه معينه في الايه في الزرع داخل العين، بس بنبقى عايزين ميكروسكوب كفاءته عاليه، وبتحب تسجل عمليات كلها فيديو، تسجل عمليات العمليه وبعد العمليه احداث العمليه نفسها تبقى ماشيه كويس. حلو. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسامه النحراوي، وانا سعيده ان انا بكون مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مشاهدينا هندخل دلوقتي غرفه العمليات نحضر عمليه تغيير لون العين، وبعد كده نطلع نكمل باقي الحلقة.